زين احنا كم قاعده امريكيه عندنا بالعراق؟ ما عندنا اي قاعده امريكيه نهائيا. زين هاي كل قواعدنا العسكريه العراقيه قاعده عين الاسد، هاي قاعده عسكريه عراقيه استاذ نجم وحرير. هذه ما يروج حقيقه من دعايات حولها، هذه قاعده عسكريه عراقيه من ضمن القواعد العسكريه العراقيه لقواتنا المسلحه العراقيه، تحتضن بعثه تدريبيه استشاريه في هذه القاعدة لتدريب وبناء قدرات القوات المسلحة العراقية. عندنا وقت نعم. قليل، أنت رجل ذكي. نعم. يعني خلينا أتذكر وياك أنه إدارة الاتفاق، إدارة النفوذ وإعادة الاتفاقيات بالمنطقة لحماية المصالح الاقتصادية لأمريكا أو للدول الكبرى لا يأتي من خلال فرقاطات وبارجات وطائرات وجنود مارينز، يأتي من خلال المفاوضات، بمعنى أنه الأمريكان هالمرة يريد يقول لك اللي يجي ويصير خوشاد ميرن وسهلن، والما يجي الولاد قاعدين. هسه احنا مرات هم نفتهم على قدنا. لا بالعكس، انت مفكر والان قلت فد عباره مهمه استاذ نجم. استاذ انت قلت هذه اداره الاتفاق، شوف هذه فكره، شوف هذه فكره مهمه. انا اتوقع الدول في بعض الاحيان تلجئ الى اسلوب الردع او التلويح بالقوه قد يكون، لكن بالنهايه هو محصلته سياسيه مثل ما ذكرت. أنا أتوقع أنه المنطقة ذاهبة على مفاوضات كبيرة وتسويات كبرى، لكن بالمقابل السلاح. العراق لا لا، شوف هو مو تهديد، هو ردع يسموه، يعني هذا ديتيرنس، يعني مصطلح ردع، يعني ردع استراتيجي يستخدم للضغط على في بعض الأحيان على القرارات السياسية من أجل الوصول إلى النقطة والمحصلة اللي يفكر بها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة. أقول لك هذا يشبه يغني مثل اللي يريد ينام معدامه باكر، شنو ردع شنو تهديد. لا بس اسمع، اي ما هو بس اسمح لي، اي هاي الاطراف الدوليه حقيقه تجيد اللعبه في اداره المصالح من جهه، وتجيد اللعبه كذلك في اداره الصفقه. والصفقه الكبيره الان اللي تذهب الى الان دول المنطقه حقيقه هي الاستقرار، لكن هذا الثمن حقيقة يجعل هذه الدول تحاول أن تحصل على أكبر نسبة من هذه الصفقة. ولذلك الآن الدول الكبرى العظمى المتوسطة وكذلك بالمقابل الدول الفاعلة في المنطقة الخليج والشرق الأوسط تحاول أن تحصل على أكبر نسبة منفعة، لكن بالمقابل ما عمل حقيقة السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني ابعاد العراق عن سياسة المحاور، وانظر زيارته الاولى كانت الى المملكة الاردنية الهاشمية، وتوقع انها كانت نقطة قوة الى العراق في ابتعاده عن سياسة المحاور، كذلك سياسة الهدوء التي عمل عليها السيد رئيس الوزراء، وهذا واضح جدا بالنجاحات الكبرى التي تحققت سواء في طريق التنمية او في استعادة مصفى بيجي او كذلك في المقابل الموازنة الاتحادية الثلاثية التي هي لاول مرة على مدى 20 سنة يصير لنا موازنة لثلاثة سنوات، كذلك بالمقابل المحافظات الاشد فقرا سواء في المثنى او في الديوانية او كذلك في ميسان وغيرها حقيقة من المحافظات الاخرى اللي تحتاج تنمية وتطوير وبنية تحتية وتوفير فرص عمل للشباب. ولذلك هنالك الآن هدوء في العراق، وهذا الهدوء ينتج استقرار سياسي، والاستقرار سينتج تنمية. دكتور بقى وقت قليل، بالمقابل بقى وقت قليل.